السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر الأربعاء 15 من شهر مايو، اليوم 22 بعد 200 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة دون توقف. في ساعتنا الليلة ربما هناك شيء من الأمل والتفاؤل فيما يمكن أن يصنعه القادة العرب في قمتهم غدا. غزة إذن والقمة العربية غدا الخميس في البحرين، حديث عن توافقات بضرورة إنهاء الحرب في غزة. ركز معي، قال لك الزعماء متوافقين من الآن على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، كلام جميل، لكن إذا اتفق زعماء العرب على ضرورة وقف الحرب وهذا الأرجح، فكيف عساهم سيفرضون ذلك؟ لأنه أنت الأمر مش بإيدك إلا إذا استخدمت الأوراق التي لديك، والعرب لديهم من الأوراق الضغط الكثير والغير مستخدم إلى حد اللحظة. هل سيصدرون بياناً مكرراً مليئاً بالشجب والإدانة والمطالبة كعادتهم؟ أم سيغيرون هذه الصورة؟ هل نتوقع خطاباً وبياناً يليق بالمرحلة؟ هل تكون قمة المنامة إذن صحوة من نوم طويل لأنظمة العرب يقول كثيرون، ودعماً وإسناداً حقيقيين لفلسطين وغزة بالخصوص؟ التحديات إذن أمام الزعماء العرب غداً، وتوقعاتكم في قمتهم 33. هذا موضوع ساعتنا الأولى. الساعة الثانية اللي تبعني الآن ياريت يستعد. الساعة الثانية أيها السادة مفتوحة للجمهور لأول مرة، جمهور الرأي الحر بالطبع، من يتابعني، من يتصل بي باستمرار، ومن لم يتصل طبعا، من لم يشارك معنا له الأولوية. في تواصل مباشر لأول مرة نفتح الخطوط في ساعتنا الثانية لإيصال رسالتك يعني مباشرة إلى القطاع، لأنه كثيرون بالتأكيد لديهم كلام يودون إيصاله إلى أهلنا في غزة، مواطنين ومقاومة. ماذا تقول أنت أيها المواطن العربي والمسلم أو الناطق بالعربية لأهل غزة ولمقاومتهم الصامدة والباسلة؟ اعتبر نفسك في تواصل مباشر مع أهل غزة، ماذا تود أن تقول لهم؟ هل لديك كلام تود إيصاله للفلسطينيين وأهل القطاع بالخصوص؟ ساعتنا الثانية إذن في الرأي الحر اليوم مخصصة لتقول ما تريد لإخوانك وعبر الهواء مباشرة. رسالتك المباشرة إذن في ساعتنا الثانية إلى غزة وفلسطين بعد 222 يوما من هذا العدوان. اتصل اليوم إذن في الساعة الثانية وأوصل رسالتك، وياريت الحاضر يعلم الغائب. لكن نبدأ كالمعتاد من ساعتنا الأولى من الميدان، وأيضا القمة العربية غدا بين التحديات والتوقعات. أهلا بكم. قمة عربية غدا في ظروف أقل ما يقال فيها بأنها استثنائية وسط اضطرابات وتحديات إقليمية غير مسبوقة. كما هو متوقع تتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال، فيما الشعوب العربية تنتظر من المحيط إلى الخليج قرارات جادة هذه المرة لدعم فلسطين وغزة في المقدمة. يجتمع إذن القادة العرب غدا بالعاصمة البحرينية الملامة في القمة 33 لمجلس جامعة الدول العربية بجدول أعمال يبحث عددا من القضايا الطارئة في مقدمتها وقف الحرب الصهيونية على غزة، إلى جانب ملفات أخرى إقليمية مثل الوضع في البحر الأحمر، التطورات في لبنان وسوريا،
وكذلك النزاع في السودان. اكتملت أمس التحضيرات الخاصة بقمة المنامة باجتماع وزراء الخارجية الذي أقر مشروع جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة وسط حديث عن توافقات واسعة على مجمل القضايا المطروحة للنقاش خاصة السياسية. مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند الكعلوك كشف عزم القمة العربية تبني دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يعقد في البحرين. كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية. أضاف أبو الغيط أن العالم عرف أن الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما استمرت القضية الفلسطينية قائمة دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله من جهته تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 كما قال. قمة المنامة إذن بين التحديات والتطلعات. هل نقول جامعتنا العربية استعادت عافيتها عقب قمة المنامة؟ يعني من الآن نستبق أنه هذا البيان سيكون يعني مشرف ويثلج صدور الملايين وخصوصا غزة المكلومة، ونسعد إذن ببيان هذه القمة ونصرتها لأهلنا في غزة وفلسطين واهتمامها بباقي قضايا الأمة، أم نقرأ على هذه الجامعة فاتحة الكتاب كما يقول البعض؟ طيب، سيكون معنا بعد قليل ضيف حلقتنا الدكتور أحمد العطاونة الكاتب المحلل السياسي من إسطنبول. في انتظار الضيف نبدأ في استقبال مداخلاتكم لمن لديه مداخلة وحول هذه القمة، التحديات التي تقف أمام القادة يوم غد، توقعاتكم، ما المأمول من هؤلاء الزعماء، هل تتوقعون صحوة؟ كل هذه الأسئلة. محمد مساء الخير. السلام عليكم، حياك الله، تحية لك يا أستاذ صالح. يا أهلا بيك. والله يا أستاذ أنا لا أريد أن أكون متشائما وأبدأ بالتشاؤم، ولكن والله يا أستاذ واقع الحال يعني إذا خرجوا هؤلاء القادة العرب يعني بشيء يعني يفيد القضية الفلسطينية والله ستكون معجزة، ولو بيان يدين، لأن كما قلت يعني عندنا نحن العرب كثير من الأمور لكي نضغط يعني وتكون يعني لنا يعني قوة، ولكن مع كامل الأسف الفرقة واختلاف الرأي وعدم توافق هذا ما جعل الشعب الفلسطيني ضحية. أنا والله العظيم وأنا أشير إلى أمر، تصور يا أخويا ماذا يفعل هؤلاء. مثلا مصر، انظر يعني لم تفيد يعني شعبها والأمثلة كثيرة. السعودية يعني لا ديمقراطية لا غير ذلك، كيف هؤلاء يعني يكون فيما بينهم تآلف؟ كيف والله يا أستاذي الكريم؟ شكرا لك محمد من المغرب، أشكرك. نرحب الآن بضيف حلقتنا الدكتور أحمد العطاونة الكاتب المحلل السياسي من إسطنبول. دكتور العطاونة مساء الخير. نسأل في بداية هذا الحوار عن أهم الملفات برأيك المطروحة غدا أمام الزعماء العرب في قمتهم 33 بالمنامة. مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. مساء الخير. حقيقة هذه القمة تأتي في ظل ملف مركزي شائك ومهم وفي غاية الأهمية والحرج بالنسبة للدول العربية، وأقصد هنا الملف الفلسطيني وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة. وبالإضافة لذلك أعتقد أنه سيكون حاضر مجموعة من الملفات
الأخرى التي تطرح إذا جاز التعبير تقليديا على القمم العربية، مثل التعاون العربي والأمن القومي ولعله إشكاليات في العراق وسوريا وفي غير دول اليمن وأكثر من دولة عربية. لكن أنا أعتقد أن التحدي الأساسي الذي يواجه الدول العربية في هذه القمة هو تحدي مواجهة هذا الإجرام وهذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأيضا تحدي الموقف العربي الضعيف في مواجهة هذا العدوان، وأيضا إذا كان العرب يريدون أن يناقشوا بموضوعية وبالنظر إلى الأمن القومي العربي ولعديد الدول العربية المتأثرة مباشرة بهذا العدوان وهذه الحرب، يجب أن يتوقفوا جيدا أمام ما يمكن أن يترتب على هذا العدوان إذا استمرت المواقف العربية بهذه الطريقة، وإذا لم يجد الاحتلال ما يمنعه من الاستمرار في عدوانه. أنا أعتقد أن عدد من الدول العربية أمنها القومي مهدد وفي خطر، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وحتى سوريا ولبنان ودول أخرى، لكن بالأساس دول ما يعرف بدول الطوق، لأن هذا العدوان ليس فقط مقتصر على الفلسطينيين، وإنما هذه حكومة يمينية صهيونية متطرفة فاشية لها أهداف في إعادة اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه والتوسع في دول عربية. إذن غدا حتما سيكون الملف الفلسطيني في صدارة جدول الأعمال والاهتمامات، لكن هنا نسأل ما الذي سيحدد، ما هي المحددات التي ستكون ضاغطة ومحيطة بالزعماء العرب حتى يكون سقفهم فيما يتعلق بفلسطين مرتفعا أو منخفضا؟ يعني هو يفترض، من المفروض أن يكون محدد أساسي هو محدد أن الشعب الفلسطيني هو شعب عربي وشقيق، وأن فلسطين هي قبلة كل المسلمين والعرب وهي قضية عربية بالأساس. ولكن حتى لو افترضنا وفي ظل التردي في الواقع القائم افترضنا أن هذا لن يكون هو المحدد الأساسي، إذن فليكن المحدد الأساسي هو الأمن القومي العربي، هو مستقبل الدول العربية، هو مصالح هذه الدول العربية في ظل هذا العدوان. أنا أعتقد أنه حتى لو نظرت الدول العربية إلى مصالحها فقط وإلى مستقبلها فقط وإلى أمنها القومي فقط، بمعزل عن أن الشعب الفلسطيني هو شعب عربي شقيق يناضل منذ ما يزيد على 100 عام ليدافع ليس فقط عن الشعب الفلسطيني وإنما عن الأمن القومي العربي، إذا نظرت الدول العربية لهذه القضايا وأقصد هنا الأمن القومي، ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات جادة من أجل إسناد الشعب الفلسطيني أولا ومقاومته في قطاع غزة، ومن أجل لجم هذا العدوان، لأن المستقبل القريب مقروء ومقروء تماما، لا يحتاج إلى تحليل ولا يحتاج إلى تدقيق. نحن نتحدث عن حكومة صهيونية فاشية يمينية متطرفة، الوزراء الذين يتحكمون في هذه الحكومة، أنا أقصد بالتحديد سموتريتش وبنكفير، يتحدثون علنا عن فكرة حسم الصراع، بمعنى أن ما لم يستطيعوا أن ينجزوه عام 1948 وما بعده سينجزوه في هذه اللحظة، والمقصود هو ترحيل الشعب الفلسطيني وإخضاع الفلسطينيين ثم الانتقال لإعادة بناء ما يحلم به ضمن ما يسمى مشروع إسرائيل الكبرى. والكل يعلم أن سموتريتش في فرنسا عندما عرض خارطة إسرائيل أو خريطة إسرائيل عرض معظم الأردن وأجزاء من السعودية وأجزاء من سوريا في هذه الخريطة وأجزاء من مصر، وبالتالي الخطر حقيقي والخطر ليس متوهما ولا مبالغ فيه. والفلسطينيون عندما يتحدثوا أنهم يدافعوا اليوم عن الأمن القومي العربي وعن مستقبل هذه الدول لا يستعطفوا أحدا ولا يستجدوا أحدا، وإنما يضعوا الحقائق كما هي بين يدي العرب. الدول العربية مهددة وهذه حكومة فاشية، إن استمر الموقف العربي على ما هو عليه ولم يتقدم العرب خطوات إلى الأمام، فالأثمان القادمة ستكون من الدول العربية وليس من الفلسطيني وحده. كثيراً إذا ما ترك الأمر للإسرائيلي لينجز أهدافه في قطاع غزة، فإن اليوم التالي سيكون في الضفة الغربية، واليوم التالي في الضفة الغربية يعني أن السكان في الضفة الغربية سيهجروا إلى الأردن، كما يتم الدفع باتجاه السكان أو محاولة تهجيرهم إلى جمهورية مصر. وبالتالي الالتحام مع الفلسطيني، مساندة الفلسطيني وتعزيز موقفه هو مصلحة عربية صرفة قبل أن تكون دعما وإسنادا للفلسطينيين. كثيرا ما يتحدث الجمهور العربي عن
مصير ميثاق الدفاع العربي المشترك، هل نسمع غدا أو نرى تفعيل أو تهديد بتفعيل الدفاع العربي المشترك على الأقل كتلويح لإخافة هذا المحتل الصهيوني المجرم؟ بكل أسف لن نسمع عن ذلك ولن يكون ذلك. نحن نعرف أيضا بأن هذه القمة تأتي في ظل وضع عربي صعب وقاسي. أنت تعرف أنه جزء مهم من الدول العربية المجتمعة غدا هي دول ذهبت بعيدا في التطبيع مع الاحتلال ولديها علاقات ولم تتخذ خطوات حتى من قبيل سحب سفير أو قطع علاقة أو ضغط حقيقي على إسرائيل حتى اللحظة. ثم أن هنالك مجموعة أيضا من الدول العربية هي دول بكل أسف غارقة في أزماتها الداخلية، ويمكن أن نقول أنها دول مفككة. ما نتحدث عن سوريا واليمن وليبيا والعراق، دول عربية لم تتعافى بعد وهي غارقة في أزماتها الداخلية، وبالتالي لا يمكن التوهم أو التوقع بأنه سيكون هنالك مواقف يعني ذات سقف مرتفع. لكن أنا أتحدث بالتحديد عن الدول العربية التي لا زالت هي دول متماسكة، لديها القدرة، لديها الإمكانية، وأيضا لديها إن قررت أن تتحرك لديها أدوات قادرة على الفعل والتأثير. نتحدث عن مصر، نتحدث عن الأردن، عن السعودية، عن دول الخليج بشكل عام، هي ودول المغرب العربي أيضا، هي دول متعافية، الجزائر والمغرب دول متعافية ودول لديها القدرة على التأثير، ولا ينقصها سوى القرار. لكي تتخذ هذا القرار يجب أن يكون هنالك توضيح وتعزيز لفكرة أن هذا القرار مرتبط أيضا بمصلحة هذه الدول وبمستقبلها وبمشاريعها في المستقبل. يجب أن يكون واضح للعرب، للحكومات العربية، بأن وهم التعايش مع هذا الاحتلال ومع هذا الكيان وإقامة علاقات طبيعية معه وأن هذا يمكن أن يساهم في بناء مستقبل لهذه الدول والشعوب العربية في المنطقة، أن هذا وهم كبير وليس له على أرض الواقع أي إمكانية. هذا الكيان لا يؤمن بالتعايش. هذه الحرب أعادت كشف طبيعة هذا الكيان إلى أي مدى هو كيان متوحش فاشي، لديه هذا القدر من الإجرام ولديه لهذا القدر من الرغبة في الانتقام والثأر والقضاء على الوجود الفلسطيني والعربي. أنا أعتقد أن التعايش مع هذا الكيان أصبح صعبا للغاية، ولعل مما يساعد العرب أن العالم أيضا على مستوى الشعوب في الحد الأدنى وعلى مستوى كثير من الدول قد أعاد تعريفه لهذا الكيان وقد أعاد اكتشاف هذا الكيان. هذه المظاهرات في الكثير من الدول الغربية، في الولايات المتحدة والدول الأوروبية وفي دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا وغيرها من الدول، أعادت الانتباه بأن هذا المشروع الصهيوني الذي هو إفراز للحركة الصهيونية هي الحركة العنصرية الإرهابية الفاشية التي يصعب التعايش معها، وأن على العالم أن يعمل متحدا من أجل هزيمة هذا المشروع ومن أجل إعادة الاعتبار للفلسطينيين ولقضيتهم الوطنية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الحرب بالنسبة للعرب أولا أعادت رسم الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال وإزالة كل محاولات الترويج له بأنه يمكن أن يكون جسما طبيعيا وشريكا للعرب في المنطقة، ثم أنها أعادت الاعتبار وأعادت كشف حجم التهديدات التي يمثلها هذا الكيان للدول العربية وما يمكن أن يترتب على سياساته في المستقبل. نعم. وأيضا أعادت التأكيد على أن الشعب الفلسطيني يقف في المقدمة وفي خط الدفاع الأول، ليس فقط عن الفلسطينيين وإنما عن العرب وعن الأمن القومي. نعم. العربي بل ولعله الإسلامي في المنطقة. باختصار فقط حتى نستفيد من الوقت دكتور العطاونة، المقاومة بالتأكيد يعني فاجأت الجميع، فاجأت العدو والصديق، أبلت بلاء فوق الحسن كما قال خبراء عسكريون، وما تزال إلى حد اللحظة توقع الإصابات العديدة في صفوف هذا المحتل المتوغل في قطاع غزة. لو أردنا أن نقارن يعني بإيران مثلا، وهنا سأعود للسؤال بعد قليل، إيران تدافع عن أمنها القومي بالتعاون مع أذرعها في المنطقة، أمريكا أيضا تقول بأنها تدافع عن أمنها القومي بدعم هذا المحتل الصهيوني وهو بعيد عنها آلاف الكيلومترات، هل نتوقع من الدول العربية فهما مختلفا، وهنا نأتي للسؤال، فهم مختلف للأمن القومي العربي
بتبني هذه المقاومة ودعمها والمصالحة معها. نعرف بأن دول عربية عديدة لديها مشكلة مع حركة حماس. في خطابات القادة غدا هل نرى خطاب تصالحي وربما أيضا حتى يثني على المقاومة الفلسطينية، أم سنسمع العكس، ربما بعض الدول العربية سيتهم المقاومة بالتسبب في هذه الحرب؟ بكل أسف قد نسمع من بعض الدول يعني مواقف غير موضوعية وغير منطقية، لكنني أعتقد أن جزء من الدول العربية نعم بدأ يعيد تقييم موقفه، وقد نجد في المستقبل القريب تغيير ربما في الخطاب والمواقف تجاه المقاومة الفلسطينية، لأنه أيضا المقاومة الفلسطينية أثبتت عمليا على الأرض أنها جهة يمكن أن يراهن عليها ويمكن أن يعتمد عليها في مواجهة هذا المشروع. المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أثبتت للعرب ولغير العرب، لأنه القضية الفلسطينية قضية عصية على التجاوز وعصية على التذويب وعصية على التهميش. أنت تعرف والمشاهدين جميعا يعرفون بأنه قبل هذه الحرب كان هنالك محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية باتجاه التطبيع وقلب المعادلة، بأنه بدل أن يكون حل القضية الفلسطينية هو المدخل إلى التطبيع كما في المبادرة العربية، وإن كان ذلك أصلا لم يكن مرضيا للفلسطينيين، لكن حتى هذه المعادلة كان هنالك محاولة لقلبها قبل هذه الحرب، كان هنالك محاولة للتطبيع مع العالم العربي بشكل كامل ثم فرض تسوية معينة أو تصفية للقضية الفلسطينية على الفلسطينيين. جاءت هذه الحرب وجاء سلوك المقاومة الفلسطينية المميز خلال هذه الحرب لكي يثبت للأقارب والأصدقاء والأشقاء العرب وللعالم ولكل الدنيا أنه لا يمكن تجاوز الفلسطيني ولا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن أن يتم الهدوء والاستيعاب هذا الكيان في المنطقة في إطار تجاوز الفلسطينيين، بل إن حل القضية الفلسطينية في سياق إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو المسار الطبيعي لاستقرار وهدوء هذه المنطقة. أعتقد أن الدول العربية أو عدد من الدول العربية على الأقل سيرى أن هذه المقاومة يعتمد عليها وهي يمكن أن تكون شريكا له في حفظ أمنه القومي في وجه هذا الكيان. لكن بكل أسف أيضا لدينا مشكلة كبيرة هي ما يعرف في هذه المنطقة بالهيمنة الأمريكية والاعتماد على أمريكا. وهذا ما أود الحديث عنه في سؤالي التالي دكتور العطاونة، وعذرا على المقاطعة. هذا الأمريكي لم يعد الأمر في حاجة إلى برهان، يعني جزء من هذا العدوان إن لم يكن هو من يقود هذا العدوان بالمال والسلاح والرجال والطائرات التي تجوب قطاع غزة. وفق فاينانشال تايمز، الولايات المتحدة تحث دول عربية وتحاول إقناعها للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة ما بعد الحرب. طبعا أمريكا جزء من العدوان، وإذا اقترحت مقترح فهو بالتأكيد ليس للصالح العربي والفلسطيني. فهذه القوة برأيك كيف سيتعاطى مع هذه الفكرة الزعماء العرب غدا؟ هل سيعملون ربما على إنضاجها وإعلانها في بيانهم أم سيتغاضون عنها؟ أنا أعتقد أنه أنا أتفق معك بأن هذه الحرب هي للمرة الأولى الفلسطينيين يخوضون حرب بشكل مباشر وبدون أي تضليل مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية منذ اليوم الأول هي التي تدير الحرب وهي التي تمولها وتسلحها وكل ذلك واضح للناس. لكن أيضا أنا لا أعتقد بأن الدول العربية سواء منفردة أو في القمة يمكن أن تقدم على خطوة من هذا النوع ولن تستجيب للطلبات الأمريكية، وهي بالمناسبة وللإنصاف لن يستجب أي من الدول العربية للطلبات الأمريكية والإسرائيلية بأن تكون جزء من قوة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة، وذلك لأكثر من اعتبار. أولا أن الفلسطيني أيضا هو من يحدد من يدير شؤونه، وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية مجتمعة لأنه فقط الفلسطينيين هم أصحاب القرار في من يدير قطاع غزة والضفة الغربية سواء خلال الحرب أو بعد الحرب، هذا أولا. ثانيا أن المقاومة بالفعل على الأرض قد حالت دون أي من هذه السيناريوهات، لم تتمكن إسرائيل لا من إدخال قوات دولية، وقد أعلن فصائل المقاومة بأن أي جندي أو موظف يصل إلى قطاع غزة دون موافقة الفلسطينيين سيتم معاملته معاملة الاحتلال، ثم أن الاحتلال لم يستطع أن يفرض إدارة على شكل إدارة عشائرية أو مع وجهاء بعض العشائر في قطاع غزة،
لم يستطع أن يفرض يعني وجود للسلطة الفلسطينية المتجددة دون توافق فلسطيني أو بدون موافقة المقاومة الفلسطينية، والدول العربية لم تتبنى أي من الدول العربية هذه الفكرة، وبالتالي كل الطروحات الأمريكية لما يسمى اليوم التالي للمعركة قد تم إحباطها، وذلك بفعل صمود الشعب الفلسطيني وأداء مقاومته الباسلة. لذلك أنا لا أعتقد أن أي من الدول العربية سيتورط في التعاطي مع هذه الفكرة، لأنه يدرك أولا أنها غير قابلة للتنفيذ ولا يمكن تنفيذها، ولأن ليس فقط الفلسطينيين بل إن كل العرب وكل الشعوب العربية سوف تواجه هذه الفكرة وترفض هذه الفكرة، لأنها ستبدو وستظهر بأنها تعاون مباشر ومساعدة مباشرة للاحتلال في هذا العدوان. ما أي محاولة عربية أو غير عربية لتنفيذ السيناريوهات التي يفكر فيها الاحتلال اتجاه قطاع غزة هو مشاركة مباشرة في العدوان، وأنا لا أظن أن أي دولة عربية منفردة فضلا عن أن تكون جامعة الدول العربية يمكن أن تتورط في مثل هذه السيناريوهات. الآن نأتي إلى السؤال الختامي وهو مربط الفرس الحقيقة في هذه القمة. لا نريد أن نكون مبالغين في التفاؤل ربما نظرا لسيرة هذه الجامعة للأسف، ولا نود أيضا أن نبالغ بالتشاؤم. أي بيان ختامي ننتظره غدا وتنتظره هذه الشعوب العربية؟ أنا أعتقد أننا ننتظر بيان يدين هذا الإجرام الصهيوني في قطاع غزة ويرفض استمرار هذه المجزرة، يعني يساند ويشيد بصمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، يرفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني أو إخراجه من أرضه، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، يعيد التأكيد على قرار القمة العربية والإسلامية السابق في السعودية بضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم الإغاثة الإنسانية له، وأيضا يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية. أنا أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الممكن الذي يمكن أن يخرج عن هذه الحرب، لا عن هذه القمة. لا نتوقع أن تعلن هذه القمة الحرب على إسرائيل أو يعني لا نتوقع دكتور عطاونا مثلا آلية واضحة وسريعة مثلا لفتح المعبر وإيصال المساعدات على الأقل، يعني لتغطية الإخفاق الذي وقعت فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض. بكل أسف لن يكون ذلك، والآن أصبح هناك عذر جديد وهو أن معبر رفح أصبح محتلا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي من الطرف الفلسطيني، وبالتالي سيبدو أن المطالبة مصر أو الدول العربية بفتح المعبر غير عملية، لأنه لم يعد هنالك طرفا فلسطينيا على المعبر وإنما هنالك جيش الاحتلال. لكن أنا أعتقد أن الممكن والمنطقي هو أن تعمل الدول العربية على كسر الحصار وعلى إغاثة الفلسطينيين وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان العرب جادون في رفع الحصار عن الفلسطينيين وإغاثتهم فإن المطلوب الضغط عليه هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقد أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية من المصالح مع الدول العربية الكثير، وهو ما يؤهل الدول العربية للضغط على الولايات المتحدة ليس فقط من أجل إدخال المساعدات بل من أجل وقف هذا الإجرام وهذا العدوان والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إنجاز حقوقه السياسية والوطنية. الطرف الحقيقي الذي يخوض معه الفلسطينيين الحرب هذه المرة هو الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية على علاقة متينة ولديها مصالح جمة مع عدد كبير من الدول العربية. يجب أن يتحرك العرب، ولديهم الكثير اليوم، وهذه ميزة، لديهم الكثير من الأصدقاء حول العالم الذين يريدون أن يوقفوا هذا الحرب. الصين لديها هذه الرغبة، وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وفنزويلا وتركيا والكثير من الدول. ولذلك إذا ما امتلك العرب الإرادة الجادة والصادقة للتحرك لوقف هذا العدوان فيجدون الكثير من الدول التي يمكن أن تكون معهم وخلفهم من أجل الضغط على الولايات المتحدة ووقف هذا الإجرام وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني. الدكتور أحمد العطاونة الكاتب المحلل السياسي من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر. طبعا كثيرون ربما يتابعونني الآن يأملون أن لا يكون أي ضيف شرف، لأنه في العادة تحضر بعض الضيوف يسمون ضيوف شرف في القمة، نأمل أن لا يكون شخص يعني لا يستحق أن يكون ضيف شرف ويستدعى لهذه القمة. طيب جمال من فنلندا، مساء الخير.
مساء الخير يا جمال. اسمع فيك، اسمعني ان شاء الله. يا اهلا بيك. يا اخي هذه القمة العربية هذه يا اخويا كنا نسمعوا فيهم في 2014 يا اخي اسرائيل استعمرت اربع دول عربية، الاردن ولبنان والاردن ومصر في ست ايام استعمروا. هذه معجزة ربانية سبحان الله. حماس وعز الدين القسام وسرايا القدس 7 شهور وما زال ما كملوش وراي بدات البداية الان في رفح. وهذه الشعوب العربية انا اللي ما تحلم الانسان يتحير في عقله، زوج ملاير مسلم ما قدروش يدخلوا اكل الغزة، هذه زوج ملاير مسلم، وهذو اللي نقولوا عليهم كفار واللي نقولوا عليهم اسمه الاخر. الشعوب الاوروبية كلها في كل مكان مظاهرات الا في وين؟ في شعوب، عند الشعوب العربية كرة القدم، الاكل والرقص والحفلات والدنيا وعلى السيارة. يا اخي ورانا رايحين، واش من الدين هذا اللي رانا فيه؟ الله يرحم والديك. عن اي اسلام هما فيه؟ عن اي صلاة هما يصلوا؟ هذه الصلاة اللي راهم يصلوا فيها وشنو هي؟ ما قدروش تتحركوا. انا القمة العربية هذه مع انا هذه ربيت يدي منها. هادو اصحاب البرجوازية والخيارات اللي قالك الاخ فلسطيني من اسطنبول قالك بلي يعني يضغطوا على امريكا. يا اخي الخيارات تاع الحكومات العربية كلها في بني الصهيون وهي امريكا، ما هما ما عندهم حتى قرارات، خاطش هما شارين عقارات. محمود عباس شاري عقارات داخل اسرائيل وفي دبي وفي فرنسا وفي كل مكان مع جماعة فتح. شكرا لك، اشكرك جمال من فنلندا، اشكرك. صالح من فرنسا مساء الخير. السلام عليكم اخي صالح. وعليك السلام ورحمه الله، تفضل اخي صالح. يعني لا ترفع السقف عاليا يعني نحو القمه التي ستاخذ في المنامه غدا او بعد، يعني ما رايك في دوله متبعه مع الكيان الاسرائيلي وفي جماعه الامين العام يدعى ابو الغيث يا اخي؟ وان كانوا يريدون دعما لفلسطين فليدعوا حماس الى حضور القمه يا اخي. لماذا يدعو عباس؟ عباس يعني انسان صهيوني اكثر من الصهاينه يا اخي صالح. وبالتالي يعني لا ارى يعني العدوان الاسرائيلي على غزه صار له نصف عام ولا اكثر من نصف عام، فما الذي يعني سيقدمونه للقاده العرب الان؟ يعني امريكا تجاهر يعني وتفاخر بدعمها لاسرائيل، والعرب يعني حدود اسرائيل كانها يحافظون عليها اكثر من حفاظهم على فروضهم الدينيه يا اخي. بالتالي يعني لا داعي لرفع السقف عاليا نحو هؤلاء القاده يعني. طيب شكرا لك، اشكرك صالح. هناء السيد عبر الواتساب تقول مؤتمر القمه بأية حال عدت يا مؤتمر القمة؟ قد أصبحنا نترحم على القذافي وكيف وبخ الحكام العرب لتقاعسهم عن فك الحصار عن أبو عمار وعن منع إعدام صدام حسين بمقولته سيأتي الدور عليكم كلكم. الآن يوبخهم نتنياهو ويقول لهم أصمتوا ويمنعهم من سماع صرخات أطفال غزة، تقول هناء السيد. أم هيثم تقول لم يعد مستغربا لو سمعنا عن تواجد بلينكين وربما معه نتنياهو يجلسون في غرفة مجاورة لقاعة قمة الدول العربية في المنامة. وأنا تحدثت منذ قليل عن ضيوف الشرف، لا أدري بلينكين، أرجو أن لا يكون لا بلينكين ولا غيره، لأن بلينكين هذا يعني صهيوني أكثر من الصهاينة كما يقول جمهور عربي واسع. وتقول أم هيثم ويكتب لأبو الغيط البيان الختامي ويقولون له يا ويلك إذا أضفت كلمة جديدة في جملة نعرب عن قلقنا. عمر من إيطاليا مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. القمة العربية يعني ما سبحان الله يتكلم ويدين بالمليون ما يقع في قطاع غزة ما يهتموا، يعني يقولوا ندين المرة المليون ما يقع في قطاع غزة. لكن الآن صدرت عتبة 35,000 شهيد، لا أتوقع منهم ولا يدينوا. الشعوب هي ثابتة في ثبات عميق، يعني هذا كلام يقوله الجميع في الواتساب في السوشيال ميديا، خاصة انتفاضة شعوب. الشعوب الحرب وتطبيق الثباتها وتحقيق من أجل أهلها وتحقيق مسيرات من كل دول العالم العربي.
شكرا لك عمر، أشكرك، ولكن هناك تشويش الحقيقة في الصوت من عندك، أشكرك على كل حال. ننتقل لمحمد من بريطانيا. السلام عليكم. وعليك السلام، فضل. بداية شكرا لك أستاذي فيصل. معك صالح يا رجل، غلط ربما في محطة ثانية. السلام عليكم. سوري أستاذي صلاح، صلاح أزرق، سوري آسف. بداية أقول لك أنه لن نراهن على القمة العربية لأننا جربنا كل القمم ولن يأتي شيء. أكثر من ذلك والدليل على ذلك أن أممنا أو القيادات العربية الآن جوزت هامدة، والدليل على ذلك ما قام به بايدن من خلال اجتماع القيادة العربية. ماذا قال لها؟ قال بأن الطبيعة ترفض البلاغ. ما معنى أن الطبيعة ترفض الفراغ؟ يعني لن نترك الشرق الأوسط لروسيا والصين. هذا من جهة. من جهة ثانية، أمريكا وإسرائيل والإعلام المتصهين خسر مستوى العالمي. الآن إسرائيل وأمريكا يعانون. ماذا استفاد العرب وماذا استفدنا نحن في القضية الفلسطينية وفي هذا الصراع؟ كان أولى بالدول العربية استفاد من هذه الانتصارات الظاهرة للمقاومة، وأن تطالب الآن بقيام الفلسطينية وقطع كل علاقات مع هذا الكيان. شكرا لك محمد، أشكرك محمد من بريطانيا. في عواجل تردنا الآن في كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يقول المستوطنون يعيشون في رعب دائم أمام العمليات البطولية لمقاومين في الضفة الغربية. إسماعيل هنية يقول شعبنا صمد في القدس والمسجد الأقصى وفي المناطق 48 وفي الضفة. ويقول هنية أيضا شعبنا أسقط كل المؤامرات والمخططات الخبيثة وصمد في كل مكان. قضية فلسطين أيضا، الكلام لإسماعيل هنية، قضية فلسطين تظل حاضرة بقوة في وعي شعبنا وأمتنا وأحرار العالم. في خبر عاجل آخر أيضا، نقلا عن مصادر إسرائيلية، تفجير مبنى مفخخ بجنود إسرائيليين في جباليا شمال شرقي غزة ومصرع وجرح عدد من هؤلاء الجنود. هذه مصادر إسرائيلية بالطبع. أبو القعقاع مساء الخير. يا أهلا بك أستاذ صالح، ضيف الشرف رئيس الأمن القومي الأمريكي، هذا ضيف الشرف، وهي قمة ضخمة. أما البيان طال عمرك فقاعد هو عندي موجود. انسحاب إسرائيل كامل من غزة مقابل التطبيع، وابتعاد حماس من غزة توافق على الزعماء العرب من قبل. هذا هو البيان الختامي للقمة. نعم، وأنا المسؤول وأتحمل المسؤولية، ضلعي قوي، ما هو بارد ينضلعي يا أستاذ صالح أصادم. يعني صار العرب هم الذين يطالبون حماس بالابتعاد. العدو عدو العرب، حماس عندهم حماس. الله أكبر عدو. أكبر عدو والله، لا تنتصر يا بعض الرياجيل ينزله بيشتمل على ظهره. أنصحن أنت إذا فعلوا هذا الشعوب العربية ستستقبلهم بالكنادر، صدقني يا رجال. الشعوب العربية ما عندها سالفة، قص الشعب الخليجي تافه، كلهم تافهين، نلعب منهم ما فيه. والله العظيم يا هذا المقاومة أنا رفعت راسي، اصبح هو لإسرائيل اللي انقلوا بس. طبعا أبو القعقاع، عاود هذه النقاط التي أشرت إليها طبعا والمسؤولية عندك، ما هي أهم النقاط في هذا البيان كما أشرت حضرتك؟ ذكرنا. أهم النقاط انسحاب كامل، وهذا يحسب للدول العربية، انسحاب إسرائيل من غزة مقابل التطبيع. لأني طبعت مع إسرائيل. أي تطبيع من؟ تطبيع من؟ السعودية أم كل الدول العربية؟ السعودية وقطر واللي معها من الدول الباقية اللي ما بعد طبعت. الله أكبر. الله ناخذ كلامي. طيب هذه مكافأة للمحتل المجرم على عدوانه إذن. لا ما طبعت إلا مقابل انسحاب إسرائيل من غزة. انسحبت إسرائيل من غزة على حسابي أنا. الله يهديك يا صالح. نعرف أنا أقرأها من وراء. شفت ولا لا؟ وابتعد حماس من غزة على سبب نسلم محمد دحلان ولي عهد دول مجلس التعاون الخليجي حاكم غزة. وشوف كلامي هذا، وهذا آخر اتصال. والله لا بارك الله فيهم جميعا إن أصدروا مثل هذا البيان. شكرا لك على كل حال أبو القعقاع، أشكرك. شكرا لك أبو فيصل من بريطانيا، تعليقك. أبو فيصل مرحبا أخوي صالح، يا هلا بيك.
أسعد الله مساءك. الله يبارك ومساءك إن شاء الله. تحية طيبة لك ولمشاهدينك الكرام. أخوي صالح، أنا عجبتني هذه التحديات، هذه التحديات أنا سمعها لي 40 سنة، كلها تحديات، الدول العربية كلها عندها تحدي. بالنسبة للقمة يا أخوي صالح، هذه قمة تضيع وقت. من بيجي في القمة؟ من؟ قل لي من؟ واحد من قلب، واحد دايس على الدستور، واحد سفاح، يعني من السيسي طقة بشار وسعيد وأمير الكويت اللي انقلب على الدستور هم مدة أسبوع، من يعني من عندك؟ ودي تقول لي بيحلون القضية الفلسطينية؟ لا يا حبيبي، قضية الفلسطينية تحلها الشعوب العربية بإذن الله تعالى والمقاومة هو الحل الوحيد. يعني لا رجاء من قمة المنامة غدا؟ أبدا يا أخي صالح، عشناها احنا رجال كبار، عشناها لنا على مدى 50 سنة، قمتهم تضيع وقت يا حبيبي. إذا هم مش قادرين يدخلون لك قارورة مية إلا بأمر أمريكا، فبتقول لي طلعوا لك قرارات، هاي تضيع وقت لسه لا أكثر ولا أقل. طيب يعني يمكن أبو فيصل بعض الدول الغنية الآن تتقدم وتظهر الآن قوتها، مثل السعودية، مثل قطر، أقصد قوية اقتصاديا بالغاز والنفط والثروات، الجزائر، الإمارات وغيرها. يعني هذه الدول لو أجمعت أمرها لا 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 استطاعت أن تضغط على أمريكا وأن تركع الجميع، هل نتوقع شيء من هذا؟ يا حبيبي لما تقول دول، السعودية نقول دولة، لكن للأسف حاكمينها ناس مش قد المستوى. أما ما قطر والكويت وعمان والإمارات، يعني يسمحوا للقطريين والكويتين، هذه ليست دول، هذه إمارات لا أكثر ولا أقل، يعني ما عندهم. أتحدى وأتحداهم يطلعون أي قرار. الملك فيصل لما طلع قرار كان مضغوط من الأخوان المسلمين، لأن كان في حاجة بالإخوان المسلمين، كان يهيئ المملكة، كان ما في لا عندهم لا معلمين لا محاسبين، كان يبقى ينشئ دولة، فضغطوا عليه الإخوان المسلمين وراح فيها. شكرا لك أبو فيصل من بريطانيا، من بلاد الحرمين في الأصل، هذا ما أذكره. أبو سامر من فلسطين، أبو سامر. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. والله يا أخ صالح 222 يوم والعرب ما سووش ولا إشي، فيعني بالعقل يعني هل قمة العاملينها بدها تسوي إشي حاليا؟ بعدين القمة في المنامة، بالمنامة وصل أبيب صدقني نفس الشيء بالنسبة لنا، يعني معروف البحرين مواقفها وتطبيعها. فالقمة يعني من هون لو سألت أي واحد في الشارع عمره 10 سنين بعارف شو نتائج القمة سلام، وتتوقعوش من القمة ولا أي إشي إيجابي على الإطلاق. طيب طبعاً ما نتوقع أن الدول المطبعة غداً تصدر بيان مشترك لإلغاء التطبيع العربي رداً على هذا العدوان الإجرامي الصهيوني؟ والله يا أستاذ صالح إذا هالكلام بصير معناته الدنيا في آخر وقت. هذا مستحيل يا أخ صالح، هذا الكلام مستحيل. لماذا مستحيل؟ يعني نحن دولنا عاجزة أم فاقدة للسيادة، أم أن التطبيع مع إسرائيل هذا مكسب كبير الدول لا تستغني عنه؟ لماذا نحن ضعاف أمام عملية إلغاء التطبيع؟ شو المشكلة؟ المشكلة يا أخ صالح إن دولنا كلها أول إشي ولا دولة قرارها بإيدها، ولا دولة على الإطلاق، وهذا الكلام مش جديد من 70 سنة. الدول العربية لو بدها تسوي إشي في الأوراق الضغط اللي عندها والله بتوقف حرب أوكرانيا. طيب يا أبو سامر يعني تتحداهم غدا لو وجهوا حتى تهديد بإلغاء التطبيع؟ علي والله يا أخ صالح إذا بلغوا التطبيع إلا أبوس كنادرهم واحد واحد، الله أكبر، مش إيديهم. هذا كلام مستحيل يا أخ صالح، والله أنت نفسك والكل بيعرف إنه هذا كلام مستحيل. شكرا لك أبو سامر، أشكرك لهذا الحد الجمهور العربي
بات فاقد الثقة والأمل في هؤلاء، ماذا أسميهم، زعماء؟ لا والله كثير، قادة والله حتى القائد كثير، يعني ما الرؤساء والملوك يمكن. ليش المواطن لا يرى فيكم، وياريت الكلام هذا يصل لزعماء العرب، ليش المواطن العربي لا يجد فيكم الثقة ولا الجرأة ولا الشجاعة ولا الشهامة ولا المروءة ولا العروبة ولا الإسلام التي تفرض عليكم بيانا يليق بهذه التحديات؟ ليش؟ ما سألتوا أنفسكم؟ ليش بياناتكم هزيلة؟ ننتظر غدا ونرى، وربما هذه آخر فرصة أنا أستطيع أقول آخر فرصة. إذا الآن غزة تذبح والضفة كذلك والقدس يهان والبيان يطلع هزيل، والله لن يلتفت إليكم أحد بعد قمة الغد، أنا أقولها من الآن ومن هذا المنبر. أحمد من إسبانيا. مرحبا الله أخي صالح. يا أهلا بك يا أخي صالح. حكام العرب لا ننتظر منهم شيئا، إن اجتمعوا وإن افترقوا وإن التقوا في الدوحة أو التقوا في مكة أو التقوا في صحن الكعبة، كذابون كذابون منافقون يريدون أن يلمعوا صورتهم كما لمعوها في المؤتمرات السابقة، ولن ينتج عن لقائهم شيئا. نتمنى من الشعوب العربية، قدموا لنا خدمة واحدة، إن تركتني أن أجمل كلامي حتى لا يصل مجتزئا فأمهلني شيئا، قدموا لنا خدمة عظيمة للشعوب العربية وهي أن تتحد لتقف في وجوههم. لا شيء، لم توقدهم الدماء، لم توقدهم الإهانات، لم يوقدهم القدس، لم يوقظهم العدوان المستمر لثمانية أشهر والقتل المستفحل في الفلسطينيين كبيرا وصغيرا. هادو اشتروا العروش بالقروش واشتروا الكروش واشتروا القروش واشتروا المناصب من أمريكا، فلن يفعلوا شيئا من أمريكا. اللهم إذا قاموا ليسكنوننا، ونتمنى من الشعوب ألا تبتلع. طيب وإذا حصل العكس أحمد؟ إن حصل العكس شوف، أنا لم أكن أتصل بقناة الحوار إلا في عهد الرئيس مرسي حينما قام الانقلاب في مصر وحينما قام العدوان على غزة، فأعدك أن لن تسمع صوتي أبدا. وأنا الآن راجع، أوصلت بنتي إلى جامعة بكاتالونيا بمدينة ليريدا، أحد مدن إقليم كاتالونيا، والله وجدت شبابا من الإسباني والعربي والمسلمين في عمر الظهور قد نصبوا الخيام في أكبر جامعات ليريدا، وهم الآن دشنوا اعتصاماتهم. فنحن أملنا في هذه الشبيبة وفي هؤلاء الطلبة وفي الرجال العظام الذي لا يخافون في الله خوفة لائم، وقد كتبوا عدد الضحايا وعدد الجرحى ورسموا رسوما على الجامعة. فأملنا في أهل الحق أن ليس في حكام العرب. شكرا لك أحمد من إسبانيا، أشكرك. أبو الوليد مساء الخير، في أقل من دقيقة يا أبو الوليد لأن الوقت انتهى. لنضع خطا على كل حال تحت القمة العربية وأعمالها السابقة ونبدأ سطرا جديدا. يا ريت. فنقول كما ألو أخ صالح. تفضل قلت لك يا ريت، يعني لو نبدأ صفحة جديدة غدا. نعم يا ريت لو نبدأ صفحة جديدة في قمة الغد، تفضل. وهذه صفحة جديدة نريد أن نبدأها، ولذلك نطالب هؤلاء إذا أرادوا أن يوقفوا وقفة ترضي الله ورسوله والمؤمنين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، فليكن عملهم كالتالي: العمل على إيجاد قوة مشتركة أو تشاركية على كل حال، وإيجاد قيادات أو قيادة مشتركة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع الكيان الإسرائيلي والتحرك نحو ذلك، نحو فلسطين وغزة عسكريا، إما على دفعات وإما دفعة واحدة كما هم يختارون ويتفاهمون على ذلك. وإن لم يقوموا بهذا العمل فإن الأمة كلها ستلعنهم، وسوف لا يكون لهم فرصة ثانية إلا أن يداس عليهم من قبل هذه الأمم وهذه الشعوب التي تراهم حكاماً ليسوا للمسلمين وإنها حكاماً نيابة على الغرب والكيان الإسرائيلي، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشكرا يا أكثر.
شكرا لك أبو الوليد من الأردن. موسى نصر من الأردن أيضا يقول: اجتماع الزعماء العرب كسابقاتها شجب واستنكار ولا يساوي الحبر الذي سيكتب به، سيكون البيان معد سابقا ويوقعون عليه ويشربون القهوة كعادتهم ويعودون لبلادهم، ولو كانوا مهتمين بإيقاف الحرب لاجتمعوا في بدايتها وليس في نهايتها كما يقول. عبد القادر من الجزائر يقول: إن المحتل يريد أن يحتل الإسلام وإن المقاومة رب يعينهم. كيف يحتل الإسلام يا رجل؟ الإسلام دين لا يحتل. على كل حال يقول إن قمة العرب جلسوا وجلسوا ولم يفعلوا شيء، وحتى معمر القذافي رحمه الله رفض لكي لا يشارك معهم، يعني الاستشهاد بديكتاتور راحل، أنا لا أدري شو المغزى منها. على كل حال مريم عفانة من الأردن تقول: والله لا أتوقع من قادة العرب أي جديد سوى الشجب والتنديد، ولكني أتمنى من الزعماء اتخاذ مواقف جادة مثل إلغاء الاتفاقيات والتطبيع مع إسرائيل. مصطفى من فرنسا يقول: زعماء العرب هم جزء من الاستعمار، هم يريدون إرضاء أمريكا والغرب، القمة الخرابية كما يسميها ستنتهي بالتنديد كالعادة فقط، لا أكثر ولا أقل. عبد المؤمن يقول: نرجو من الحكام العرب أن يستيقظوا أو يستيقظ ضميرهم في هذه القمة وأن يقفوا موقفا مشرفا تجاه إخوانهم في غزة. عبد العظيم من الأردن يقول: الجامعة العربية لا أمل نرجو فيها، فمنذ نشأتها لم تقم أي فائدة للشعوب العربية وقد جاءت لمصلحة إسرائيل. رسالة ولكن صاحبها أرسلها مليون مرة دون أن يكتب اسمه، يعني لا أدري أنا الاسم يا عزيزي، كيف ننشر رسالة بدون اسم. أحمد علي ناشر من اليمن يقول: إذا لم تخرج غدا القمة العربية بعمل تستفيد منه فلسطين وغزة خاصة على أرض الواقع، فيجب على كل الشعوب العربية تغيير كل من شارك في هذه القمة، لأن من يتحكم فيها هي أمريكا وإسرائيل. سأعود في الساعة الثانية طبعا للعرض المزيد من المداخلات، ولكن الآن أتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة، فلا تذهبوا بعيدا. نبدأ من غزة في اليوم 22 بعد 200 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل. حصيلة الشهداء تجاوزت 35,000، وتحقيق يكشف أن بايدن متواطئ في المجاعة المدمرة بالقطاع، هذا تحقيق غربي طبعا، هو متورط في العدوان ومتورط أيضا بالمجاعة حتى تعرفوا مستوى التورط الأمريكي. قال تحقيق لصحيفة إنديبندنت البريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئ في المجاعة المدمرة التي يشهدها قطاع غزة، وكشف التحقيق عما اعتبرها أخطاء وفرصا ضائعة وخيارات سياسية لإدارة بايدن سمحت بحدوث مجاعة في شمال غزة. إلى الخبر التالي حول عمليات المقاومة، مقتل أكثر من 12 جنديا إسرائيليا على الأقل في عملية مركبة في منطقة بلوك 4 بمخيم جماليا شمال قطاع غزة. قالت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم إن 12 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا في عملية بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة. إلى الخبر التالي، يعني تعليقا على أنه مصر موقفها تغير وربما تنضم لجنوب أفريقيا وتهدد بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، كله فشوش، ما تصدقوا شيء، صدق إلا إذا رأيت، لأنه هذه الأنظمة العربية الحقيقة علمتنا بأنها أضعف من أن تفعل شيء للأسف. وربما هذا الخبر يأتي في هذا السياق: 93 سجين مصري حر وشريف، شو السبب؟ قال لك التضامن مع فلسطين. الله أكبر. ارتفع إلى 93 عدد السجناء المصريين المتهمين بالإرهاب، طبعا شوف التهمة، بسبب إعلانهم التضامن مع فلسطين. كيف التضامن مع فلسطين تتهم بالإرهاب؟ لاحظ الأنظمة. بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا توقيف الطالبين زياد محمد بسيوني ومازن أحمد عزة دراز على ذمة القضية 1941 لسنة 2024، السنة هذه طبعا، بحسب ما أعلنه مكتب الإسكندرية للحماية القانونية المعني بالدفاع عن السجناء السياسيين في مصر. وخلال الأشهر الماضية كثفت الحكومة المصرية استهداف التحركات الخاصة بدعم فلسطين،
واعتقلت أجهزة الأمن عشرات المواطنين منذ أكتوبر العام الماضي. هذا هو النظام المصري. طبعا هناك اختلاف وبون شاسع بين ما يفعله الشعب وما تفعله المحروسة العظيمة وبين ما يفعله النظام للأسف كما تقول كل التقارير. الخبر التالي Financial Times تقول، وهذا أيضا أشرنا إليه منذ قليل، واشنطن تحث دولا عربية على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب. ناوية أمريكا، ناوية هي والمحتل الصهيوني دمروا غزة وقتلوا أهلها، والآن ناويين يشغلوا العرب نواطير عندهم في غزة. لا، غزة إلها أهلها وعندها حكومة شرعية. الأمريكي يجب يعرف حاجة، يعني اللي المفروض يغادر هو ونتنياهو جماعته، أما أهل غزة باقونا حكومة وشعبا وصمودا. شو أنت تأتي لأهل الأرض وتقول والله نجيب لكم حكومة على كيفي ونجيب لكم قوات على كيفي والمحتل المجرم باقي هناك؟ لا، اللي المفروض تحل مكانه قوات دولية أو عربية هو المحتل، قواته تغادر إلى المريخ وتأتي قوات عربية هناك للحماية إن شئتم، إذا أنتم فاعلون أيها الأمريكان المجرمون والمتواطئون والخونة. والله قال لك شو قوات عربية في غزة، ليش؟ الله أعلم. إلى تونس الآن. الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه إزاء موجة توقيفات الإيقافات الأخيرة ويطلب توضيحات من السلطات. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان أساس شراكته مع تونس. لا حرية التعبير ولا مؤسسات ولا دستور ولا برلمان شرعي ولا حكومة شرعية ولا أحلام للناس. والاتحاد الأوروبي عليه أن يرى كل هذا طبعا، إلا إذا كان المسألة مختلفة. إلى الخبر التالي والذي نختم به هذا الموجز. الجزائر، حادثة الحقيقة مثيرة هزت البلاد. العثور على شخص محتجز لدى جاره لا يبعد إلا عشرات الأمتار عن جاره في إسطبل أكرمكم الله لمدة 28 عام منذ اختفائه. من يصدق ذلك؟ تعيش بلدية القديد غرب ولاية الجلفة حالة من الدهشة والذهول إثر عثور سكانها يوم الاثنين على شاب اختفى في ظروف غامضة نهاية التسعينيات القرن الماضي حين كان عمره 16 عاما فقط. الآن عثر عليه وعمره ثمانية أو بعد 28 عاما. بعد الفاصل ساعة مفتوحة لكل من لديه رسالة، وياريت اللي ما شاركوا معنا في الماضي يشاركوا الليلة حتى نعطيهم فرصة قبل غيرهم. عندك رسالة؟ عندك قول تود أن تقوله لأهلك في غزة؟ عندك كلام تود أن تقوله للمقاومة لكن بعيدا عن السلاح والتحريض رجاء؟ أي كلام تودون قوله وإرساله لغزة كونوا معنا بعد الفاصل.